مش بس بنرص أسنان في شكل كويس، لكن هدفنا إن احنا ناخد أحسن شكل وأحسن وظيفة للأسنان وتكون كل حاجة في وضع ثابت. لو عايز تعوض أسنانك المفقودة وتحصل على ابتسامة جميلة، يبقى عليك زراعة أسنان هي الحل الأفضل. عندنا في العيادة بنقدم الخدمة دي، بنقدم كمان متابعة كل 6 شهور وكل سنة، علشان كده مش بننسى عياننا أبداً.